أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 60,000 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى محافظة سقطرى لتعزيز جهود التصدي للجائحة في الأرخبيل. وتجري هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الترتيبات لتنظيم حملة تطعيم مجانية ضد فيروس كورونا بمستشفى خليفة بن زايد في سقطرى، تستهدف من خلالها توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للجهود التي تطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الجائحة، وانطلاقا من دورها الإنساني والريادي في مكافحة الجائحة والاهتمام بالجانب الصحي لسكان الجزيرة.